افتتحنا مدرسة النجاح بفضل المجهودات ديال السلطات المحلية وعلى رأس السيد العامل اللي كان يبلغ ليه الشكر من هذا المنبر، اللي صراحة عمل على فتح المؤسسة بالتواصل مع المؤسسة دون أن ننسى كذلك الموديل الإقليمي اللي وقف على هذه العملية وجهز لنا المؤسسة بكاملها في ظرف وجيز. كذلك كنشكر الساكنة اللي لقينا معها واحد التجاوب. اليوم كما لاحظتوا دخلنا الوليدات في واحد جو جد رائع، راك شفتوا الوليدات الصغار المستوى الاول كنستقبلهم بهذه الطريقه على اساس اننا نحبوا لهم المؤسسه، وعلى اساس اننا ان شاء الله المستويات الاخرى غنستقبلوها في ايام قادمه باذن الله. هنا كنجدوا الشكر للمديريه الاقليميه اللي كتعمل جاهده على يعني تلبيه طلبات الساكنه وباش يقريو وليداتهم في ظروف جد جد حسنه وفي اطار صحي جد متميز اللي كيبعد عنا هذه المشاكل ديال كورونا وهذه المشاكل الصحيه. وهذا كيدل على ان المؤسسه راه يعني كما لاحظتوا عملت جاهده على هذا الجانب. هذا بالنسبه لي وبالنسبه للوليدات كاملين ديال السكن كلهم انا فرحانه ليهم، لان المدرسه تواجدت حدانا هنا في الاقامه باش التلاميذ ما يبقاش يضربوا هذيك المسافه اللي كانوا يضربوا شحال هذه، وعاد كانوا شي تلاميذ باقي ما مسجل في المدارس على هذا الاحتكاك اللي ولا ديال هذا المرض ديال كورونا. والحمد لله دابا راه ما نتخيلش الفرحه ديالي كي دايره، ما تخيلهاش انا فرحانه ماشي غير شويه، بزاف تفتحت علينا هذه المؤسسه. راه شحال نقول لك، عتقت واحد الامهات ما تخيلش على بالك، وان شاء الله باذن الله هذه المؤسسه حنا الوالدين الامهات كاملين غيديروا لها واحد الدعم اللي غادي نزيدوها ان شاء الله لقدام، غتولي احسن مؤسسه. اولا شكرا جزيلا للناس كاملين من بعيد او من قريب اللي ساهم في فتح المؤسسه، لانه فريمون كنا محتاجين ليها، سواء ناس سواء سلطات سواء صحافه، كل شيء الله يجازيه بخير. وكتسمى هذه صدقه جاريه، اللي جرى في شي حاجه ربي اللي غيجازيه. اولا وحنا فرحانين بزاف، ما نقولش لك الفرحه ديالنا قداش ملي تفتحت اليوم الحمد لله هذه المؤسسه، جميع الامهات فرحانين. وشكرا جزيلا لكم انتم، لان انتم عندكم واحد الدور كبير في فتح بزاف الحوايج. المهم اللي تيجري في الخير ربي غادي يساليه. وحنايا صراحه بالنسبه للمدارس العموميه بغينا ترجع كيف كانت، وحنا تناضلوا وتنجادوا باش المؤسسه العموميه تولي عندها المكانه ديالها كي كانت شحال هذه، لان المدارس الخصوصيه داروا في منها ما بغاو كما كنقولوا. اول حاجه كنشكروا السلطات العموميه وكنشكروا السيد عامل صاحب الجلاله اللي كان ساندنا وكان زعما كان السند باش فتحنا هذه المدرسه هذه، لان كنا محتاجين لها. تصور معي اخي كنا يعني ازيد من 700 طفل كانوا بدون مكان للتمدرس، والحمد لله المدرسه هذه يعني اللي تفتحت يعني لعبت واحد الدور كبير في انه تحت فرصه لمجموعه من الابناء ديالنا يعني باش يزاولوا ويكملوا يعني الدراسه ديالهم، من بعد ما كان مجموعه من الاولياء والاباء اللي فقدوا العمل ديالهم وفقدوا مورد الرزق ديالهم، لانه كان يعني واحد الشريحه من الاباء كانت كتقري ولادها في المدارس الخصوصيه ولا عندها واحد العجز انها تسدد، انك يعني جلسوا من الخدمه ولا عندها واحد العجز انها تسدد اقساط ديال المدرسه. والحمد لله المدرسه هذه يعني ديال الدوله وديال الاقامه يعني الحمد لله يعني كانت فعل يعني فعل علينا جيد وفرحنا بها بزاف. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.